السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. أردوغان يعتمد الرواية الرسمية التركية ويعلن مقتل جمال خاشقجي مع سبق الإصرار والترصد، ويطالب بمحاسبة المتهمين في تركيا من أسفل الهرم إلى أعلى هرم المسؤولية. كل العالم كان بيتابع خطاب أردوغان عن حادثة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، بس اللي انا كنت مستغربه الناس كانت مستنيه ايه؟ هل مثلا كنا كلنا منتظرين واحنا محضرين اللب والسوداني والعصير ان اردوغان يقوم مضلم البرلمان ومضلم القاعه ويقول لهم يلا شغلوا الداتا شو ونتفرج كلنا على فيلم بيعرض كيف تم تقطيع جثه جمال خاشقجي؟ ده ما بيحصلش لا في البرلمان ولا مع رؤساء الدول ولا في الاحلام، انما الكلام اللي حصل النهارده هو اللي منطقي جدا. بعض الناس شاف ان الخطاب كان دون مستوى التوقعات، والبعض شاف ان اردوغان جاب اكتر من جول ونقل الكوره لملعب المملكه العربيه السعوديه خاصه الملك سلمان، وانا مع الراي الثاني. بالتوازي مع خطاب اردوغان المنتدى الاقتصادي في السعوديه فشل بلح، ومحمد بن سلمان ظهر لبعض الدقائق وقعد، والراجل بتاع الاردن كان قاعد جنبه وبتاع وبص كده على الدنيا، وفجاه هرب اختفى، لانه لو اتكلم هيقول ايه ونبره صوته هتبقى عامله ازاي؟ خلي بالك محمد بن سلمان لم يتحدث منذ هذه الجريمه الشنعاء، ما شفتوش كده صوت وصوره بيتكلم. فانت ما ينفعش محمد بن سلمان كان يتكلم فعمل ايه؟ هرب، لان المنظر كمان مخزي، هيقول ايه؟ الناس كلها عماله تخلع من المؤتمر، واخرهم كانت شركه سيمنز الالمانيه هربت من القصه دي وقالت لك الدنيا ملبشه والناس دول قتالين قتله وملناش تعاون معاهم دلوقتي. يبقى بعد ما محمد بن سلمان الغى كلمته في المنتدى والبورصه السعوديه ما زالت مستمره في الخساره، وفي مشهد كله قهر، مش لاقي له وصف تاني اكتر من كده، مشهد كله قهر، الملك سلمان استدعى اسره جمال خاشقجي لتقديم واجب العزاء او التشفي. هو مين بيروح لمين؟ هو احنا عمرنا شفنا سرادق العزاء بيتنقل هو والناس المعزيين يروحوا الواحد عشان ياخدوا العزاء في صاحب الميت؟ ما ينفعش. السرادق بيتعمل والناس بتقعد، او الناس بتقعد في بيوتها تستنى الناس اللي جايه تعمل واجب العزاء، انما انك تستدعي الناس عشان حضرتك تقف تتشفى او تعمل قدام الناس تاخد اللقطه بالكاميرات انك بتعزي اللي انت قتلت ابوهم، هو ده منتهى القهر، ده قمه القهر وقمة الخزي. وتابع عيون محمد بن سلمان وهو بيبص لولاد جمال خاشقجي، وشوف الملك سلمان وهو واقف بيسلم على أولاد من قتلوه، من قتلوه ومن قطعوه ومن مثلوا بجثته، بيسلموا على أولاده في الآخر، حاجة منتهى الخزي والعار. هو أنتوا ليه فاكرين يا سلمان أنت وابنك أن الأمور كلها دنيا وخلاص؟ ده في آخرة وفي قبر وفي حساب وفي وقوف امام الديان العادل، ستسالون عن هذه الدماء. كان واضح جدا في الصوره ان صلاح خاشقجي اجبر على الحضور. والله يا جماعه انا شخصيا ده رايي الشخصي، لما شفت صوره صلاح جمال خاشقجي وهو بيسلم وهو مجبر على الحضور افتكرت على طول محمد صلاح وهو واقف مع السيسي لما قال له تعالى هتتبرع بخمسة مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وسلم على الرئيس اللي هو عبد الفتاح السيسي وخلص الموضوع، ومحمد صلاح راح مجبر وعمل القصه دي وقال لك اقول لهم يقولوا تحيا مصر وهتتبرع بخمسة مليون. المشهد هو هو، والظلمه هم هم، والسيناريو مكتوب للظلمه وبيمشوا عليه كلهم زي بعض، هاتهم وقفهم خد اللقطه بالكاميرات، ادي الناس جت وخدنا العزاء، ومش هنسيب حق ابوكوا ابدا، حق ابوكوا اللي احنا قتلناه وقطعناه ومثلنا بجثته مش هنجيب اللي قتلوه وهنحاسبهم. اشتغالات اشتغالات. طيب انا عايز اقول لك واضح جدا واضح جدا، ركز بقى معايا، ان قضيه مقتل خاشقجي في الرمق الاخير، وان اسدال الستار عليها اوشك، وان دماء جمال خاشقجي ودماء اطفال اليمن هتفضل تطارد بن سلمان وسلمان، وهتقف حجر عثره قدام طموحاتهم وطموحات بن سلمان في اعتلاء كرسي العرش في المملكه. ده اللي انا مؤمن بيه واعتقده، وادين الى الله عز وجل
أن الله عز وجل قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فسوف يشرح الله صدورنا في هؤلاء وبهؤلاء بالتشفي منهم وبتحقيق العدل فيهم، لأنهم قتلة مجرمون طغاة متجبرون. إذا مشاهدينا الكرام، الظلم مهما طال فلا بد من بزوغ الفجر ولا بد من بزوغ العدل. إذا هؤلاء الظلمة سيحاكمون إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، شاء من شاء وأبى من أبى.